وفي خبرنا الأخير، دشنت شركة الشرقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشرقة في إطار تعاونها المشترك مع رافد لحلول المركبات دورة المعهد الفني للمركبات الهادفة للارتقاء بمعايير المركبات العامة في إمارة الشرقة، من خلال إقامة دورة تدريبية للعاملين في أجرة الشرقة من الفنيين والسائقين. وأقيمت الدورة التدريبية في مبنى مؤسسة الشرقة المواصلات العامة في منطقة العزرة بالشرقة صباح اليوم الخميس بحضور عارض من مسؤولي شركة الشرقة لإدارة الأصول ومؤسسة الشرقة للمواصلات العامة.